من قلب جامعة أم القرى في مكة وتحديداً كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات، تنظم طبعاً المنافسة بين الطلاب والطالبات إبداعية بعد أن امتدت نحو مجالات التقنية ومقترحات أيضاً تصميم التطبيقات وبرمجة الألعاب وغيرها من الأمور ضمن معرض إنجاز 2022. من بين طبعاً المشاركين اسمحوا لي أرحب بضيفتنا خلود الشريف، سعيدين بحضورك كثير خلود ومنورتنا. اهلا، انا مره شاكره لاستضافتكم لي. بالعكس واجبنا. شكرا على تسليط الطول لنا. في البدايه بس اقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه اشكر اول شيء الدكتور وكيل جامعه ام القرى للشؤون التعليميه الدكتور عامر الزايدي، كان حاضر معنا بصراحه في معرض انجاز، واكيد ما ننسى الشكر لعميد كليتنا كليه الحاسب الالي ونظم المعلومات الدكتور سعود العتيبي، وخالص الشكر اللي كانت معانا ومساعدتنا دكتورتنا وكيلة قسم الحاسب الدكتور عهد الجرف. طبعا بشكر تيم عين مكة على المجهود الجبار اللي بذلوه، ومشرفتنا الدكتورة ألفة مرزا ووالدتي اللي حضرت معي في الباك ستيج. يعطيهم العافية جميعا. ولكن خليني أسألك في البداية، بيقولوا بنسمع دائما بأن أصحاب تخصص البرمجة وعلوم الحاسب محظوظين جدا بهذا التخصص والمستقبل قدامهم، فقديش بتحبي تخصصك؟ شوفي، تخصص البرمجة تخصص وسيع وفي له فكر مرة عميق، لأنه في له مهارات، في له بيكون عندك دائما في تطوير من نفسك بشكل مستمر، لأنه كل بعد فترة بيطلع تقنيات جديدة، بتطلع في أشياء بتحديات جديدة بالضبط، في مهارات جديدة بتطلع، فأنت لابد تواكبي ده الشيء. تخصص علوم الحاسب دخلته بصراحة عن حب، حابة التخصص ده لأنه زي ما قلت لك بتكوني في استمرار بالتطور من نفسك وتحاولي تكتشفي الأشياء دي، وفي أحيانا صعوبات بتواجهك فأنتي إلا أحل دي الصعوبات. فتخصص جدا جميل وأنصح الكل بصراحة يدخلونه لأنه يعلمك على الصبر أهم حاجة. صحيح، واضح حبك وشغفك لهذا التخصص. ولكن تحديدا إنجاز 2022 هذا هو عنوان المعرض اللي شاركتي فيه، خليني أعرف منك أجواء هذا النوع من النشاطات وأيضا نوع المنافسة اللي في هذا المعرض. في البداية كان المعرض جدا جميل، كان المعرض استضافونا فيها أول شيء شركة وادي مكة، نوجه لهم تحية والشكر لهم استضافونا فيه. طبعا حضر معنا الوكيل جامعة الشؤون التعليمية والعميد من المشرفين من دكاترة. كان المعرض جدا جميل، كان يعرض فيها كل المهارات طلبة وطلاب قسم الحاسب الآلي ونظم المعلومات، كانت فيها مشاريع مختلفة. بالمناسبة احنا دفعة 38، فكانت مشاريع دفعة 38 جدا جميلة. تشاهدي دفعات، تشاهدي زملائك وزميلاتك في الدراسة بمهاراتهم مختلفة، في تطويرهم من نفسهم، في تحدياتهم لنفسهم. كان المعرض حافل لنا انه احنا نشوف مشاريعنا لبعضنا، وبنفس الوقت كمان في زوار لنا يشاهدوا مشاريعنا، يشاهدوا تعبنا وجهدنا سواء كانت 3 شهور او 4 شهور، وهذا الشيء اعطانا حافز، خصوصا انه كان فيها مسابقات كمان كانت. طب ايش اللي مطلوب مثلا من كل فريق او من كل طالب حاب انه يشارك في هذا المعرض؟ يعني ايش كانت مسارات التحدي او مثلا استعراض القدرات او ايضا مشاريع المشاركه في هذا المعرض؟ في البداية لابد يكون في تيم، التيم في البداية على حسب الأعداد تتكون من 5 إلى 6، لكن أهم نقطة يكون فيها التعاون ما بين هذا التيم، لابد يكون في روح التعاون ما بينهم، التفاهم والتغافل أحيانا عن بعض الأشياء. في لابد يكون في تنوع في المهارات وتنوع في المسارات، بمعنى لما شاهدنا في معرض إنجاز حنلاحظ إنه في ناس ما شاء الله عليهم في الجيم، مشاريعهم كانت عبارة عن جيم، في ناس مستخدمين مشاريع عن الذكاء الاصطناعي اللي هي الاي اي، وفي ناس مستخدمين الواقع المعزز زي تيمنا وتيم زائد كمان كانوا منافسين معنا في ذا المشروع اللي هو الفي ار، صح؟ لا، الفي ار مختلف. أيه؟ والاي ار مختلف. الواقع المعزز هو اسقاط مجسمات لواقع افتراضي. أيه؟ في البيئه الحياه، لكن الفي ار هو اسقاط اشياء افتراضيه ما هي موجوده على الارض الواقع، انت بتعمليها على ارض الواقع زي ما هو. صح. طالع لنا حاليا مشروعنا. صح، وانا سمعت انه مشروعكم وفكره مشروعكم كانت عباره عن تطبيق اكثر من رائع في مكه تحديدا وفي الحرم المكي، فخلينا نعرف تفاصيل اكثر عنه. تمام، مشروعنا اول شيء اسمه عين مكه. الفئه المستهدفين احنا فئه الزوار وحجاج بيت الله الحرام.
مستهدفين كمان الكعبة المشرفة. حالياً إحنا حابين نعرض أو نظهر شكل المعالم الإسلامية في مكة المكرمة بطريقة تقنية، لأنه حابين إنه نحقق رؤية 2030 إنه كل شيء يتحول إلى تقنية، وكمان حابين إنه يكون مدينة مكة المكرمة مدينة رقمية. تطبيقنا كما هو واضح حاليا عندنا نحاول نعرض شكل الكعبة المشرفة قديما، قبل كم سنوات من حقبات زمنية معينة كانت قبلها مختلفة عن حاليا، وهذا الشيء مو الكل عارف كيف كان شكل الكعبة سابقا. فاستخدمنا تقنية الواقع المعزز، هو انه مجرد ما يتعرف على مجسم معين احنا عاملين عليه ديتكت معين يعرض لي شكل الكعبة اللي احنا عاملينه عندنا كما هو ظاهر. كمان يعرض معلومات عن هذه الحقبة الزمنية، احنا مستخدمين حاليا حقبة 1400 لانها كانت الاكثر وضوحا لنا كما هو واضح، واكثر سهولة جمع المعلومات لانه كانت عندنا وقت زمني محدد 3 شهور نتمم فيها التنفيذ. كمان احنا كنا مستخدمين انه نعرض المعلومات عنها في هذه الحقبة الزمنية. كمان في خدمة انه يقدر يشوف شكل الكعبة المشرفة من الداخل لما يختار على اخر ايقونة له حاليا حيظهر. جميلة جدا الصراحة، حبيت الفكرة وحبيت تطبيق عين مكة، واليوم تحديدا التطبيقات بتشهد نقلة غير عادية نقدر نقول في زمن التكنولوجيا والتطور اللي عايشينه، ولكن هل من السهل استخدام هذه التقنيات الحديثة بما يخدم الفكرة؟ هو أولا إحنا لابد نشوف إيش الثغرات وإيش المشاكل اللي عندنا في المجتمع في البداية. طبعا التقنية من نظري أنا ألاحظها أنها تحل مشكلات مرة كثيرة للمستخدمين. ففي البداية أنا لابد أشوف إيش الثغرات اللي عندي، إيش المشاكل اللي عندي، وأنا أوجد لها حلول باستخدام التقنية. زي اليوم بنلاحظ أنه في كثير تطبيقات ساعدت كثير الناس، منها جداً أشياء توصيلية، تطبيقات ممكن ما أقدر أذكر اسمها، لكنها ساعدت كثير من المواطن أنه حياة اليومية تكون سهلة. كمان عندنا مثلاً تطبيق توكلنا، صار يعني سهل كثير الناس انه ممكن تلاحظ اذا انه محصل ولا لا. وهنا كانت المشكله انه انا كيف اعرف الشخص ده اذا محصل ولا لا، وجدنا له حل انه يكون في تطبيق ونعرف من خلاله اذا هو محصل ولا لا. جميل، يعني التطبيقات بالنهايه هي فعلا اللي تسهل خدمه سهل المجتمع والحياه مثلا المعيشيه للمجتمع. طيب ايش الجوانب الثانيه اللي شاركتي فيها وحسيتي انك قدمتي انجاز؟ أنا كنت مشاركة في عام 2011 و2012 في مسابقة موهبة لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله الله يرحمه، كانت عن طريق مسارين، مسار علمي ومسار ابتكار. فكنت مشاركة في مسار ابتكار اللي هو اختراع، اللي هو تبتكري أشياء يا إنها تكون على أرض الواقع وتعملي عليها إضافات من عندك، أو إنك تبتكري أشياء جديدة. فأنا كنت مبتكرة مشروعين جديد. في البداية كنت فايزة على المنطقة حقتي، منطقة الجموم، وبعدها الحمد لله على منطقة مكة، وبعدها وقفت كرست نفسي في التدريس. آخر مشاركة هي مشاركة إنجاز اللي هي في مسابقة 3 منت، اشرح مشروعك في 3 دقائق، والحمد لله يا ربي فزنا أنا وتيمي. طبعا الشكر لهم أكيد، المركز الثالث كأفضل فكرة مشروع في قسم الحاسب الآلي في كلية الحاسب الآلي. ما شاء الله تبارك الله، ألف مبروك لكم جميعا. ولكن نحن اليوم لما نتكلم عن التقنية نحن نتكلم عن مستقبل، فكيف ممكن نختصر الطريق لهذا المستقبل ونطلع بأفكار مبتكرة وغير مكررة في النهاية؟ طبعا إحنا في البداية لابد نطلع بأشياء جديدة. الحلو يكون في تنافس. حاليا لغات البرمجة فيها تطور، يعني سابقا كانت في لغات عريقة، على سبيل المثال سي بلس، حاليا في جافا، في فلتر، في لغات جدا، في بايثون. في الافضل الواحد يواكب اللغات الحديثة ويطور من نفسه، يبتكر اشياء جديدة، يشوف ايش المشاكل ويدور لها حلول. هذه افضل نقطة عشان نوصل لمرحلة متطورة جدا في مجتمع متطور. وش الخطوة الجاية بالنسبة لك خلود؟ بالنسبة لخلود ان شاء الله انه حابة اتعلم اكثر، لانه البرمجة كانت بحر، حابة اخصص نفسي في مجال معين، اتدرب اكثر فيها، اتخصص فيها اكثر، وان شاء الله باذن الله نطور من مشروعنا كمان وننزله باذن الله. ان شاء الله باذن الله نشوف فكرة التطبيق موجودة عندنا كلنا ونقدر نستخدمها بكل سهولة. يعطيك الف عافية خلود، نتمنى لك كل التوفيق انت وكل اعضاء فريقك. شكرا لكم. يعطيك العافية. الله يعافيك. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل سلطنة الخميس الونيس مع الفنان عماد الانسي.